وتنضم إلينا عبر مايكروسوفت تيمز من دبي معالي حصة أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع. أهلا بك معالي الوزيرة معنا في هذه التغطية، عظم الله أجر الوطن وعظم الله أجرنا وأجركم جميعا. ماذا تقولين في هذا اليوم معالي الوزيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خلاف الله وعظم الله أجرك يا وطن. اليوم نحن نشهد في دولة الإمارات مرحلة انتقالية، حيث كان الوطن حزينا في آخر 3 أيام. هذا بلا شك يودع قائد عظيم مثل الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه، فقد كان أبا وكان قائدا وكان إنسانا ظل حريصا طوال فترة حكمه أن يقدم الأفضل والأحسن لأبناء وطنه. الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه صاحب الأيادي البيضاء التي وصلت بالخير إلى كافة أنحاء العالم، ظل في قيادته يعزز من مكان دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط محليا ولا إقليميا ولكن عالميا كذلك. المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ركز على بناء الإنسان ومشى على طريقة والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان المؤسس للنهوض بهذا الإنسان الإماراتي وتمكين المرأة وتمكين كافة أفراد المجتمع. اليوم ونحن نشهد كذلك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. في هذا الانتقال السلس للحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة يضعنا مرة أخرى في صدارة الإعجاب والقدوة المثالية عالميا. لدينا ولله الحمد في دولة الإمارات نظام سياسي حكيم ورشيد وراسخ، سر صلابة جذوره يرجع إلى تسامح وتعاضد وتكاتف القادة المؤسسين ومن ساروا على دربهم من يوم إعلان الاتحاد في عام 1971 وحتى يومنا هذا. لدينا نظام سياسي نباهي به العالم بأسره ولله الحمد. نعم. الانتخاب نعم معالي الوزيرة، نود الحديث عن المجتمع، عن جهود ومسيرة سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله في تنمية المجتمع، في دعم المجتمع، في المشاريع الكثيرة والمتعددة في أرجاء الدولة التي كان يعني يتابعها عن كثب ويوجه بالقيام فيها مشاريع ومبادرات رئيس الدولة آنذاك. الغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه رحمة واسعة كان أبا حريصا على توفير كافة سبل العيش الكريم لأبنائه، فكان بكل صدق يقدم الخير وامتداد لزايد الخير. الشيخ خليفة الله يرحمه وغفر له حفظ الود والوفاء لأبناء هذا الوطن، فقدم الكثير من خلال المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي امتدت أعمالها داخل دولة الإمارات وخارجها وشهدناها في كافة المواقف، ولا ننسى كذلك المواقف الإنسانية للشيخ خليفة رحمة الله عليه في الأزمة العالمية الأخيرة، فقد كان رجل الإنجازات ورجل المواقف والإسهامات العظيمة. أياديه البيضاء امتدت لداخل الدولة وخارج الدولة ولكافة البلادين إن كانت إسلامية وغير إسلامية. التسامح التي كان يتصف بها سيدي رحمة الله عليه الشيخ خليفة بن زايد أثارت كذلك إعجاب كافة دول العالم، ليس بغريب فهو ابن زايد. أياديه البيضاء امتدت إلى كافة دول العالم وبفضل حكمته وعطائه ومحبته لشعبه وللإنسانية بشكل عام، فقد رأينا امتداد لهذا العمل طوال هذه الأعوام. مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله، هذه المسيرة الميمونة والمبروكة عززت أسس الريادة لدولة الإمارات وحققت إنجازات استثنائية لهذه الدولة المباركة في كثير من المجالات وعلى رأسها المجالات الإنسانية القريبة للإنسان. فبنهجه رحمة الله عليه القيادي فقد أثبت أن الإنسان يصنع الفارق بما يقدمه من عطاء وخير وامتداد لهذا العالم، بما يظهره من حب للخير كذلك وإخلاص في النية لوجه الله سبحانه وتعالى ولأجل الوطن ومن أجل الوطن ومن أجل الإنسان. وهذا النهج الذي سار عليه من بعد والده رحمة الله عليه طوال فترة قيادته ورئاسته لدولة الإمارات. معاليك، في 14 مايو 2022 انتخب المجلس الأعلى
للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بعد ذلك التاريخ شاهدنا التلاحم الكبير بين القيادة والشعب، نكاد نمر على وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع بدون استثناء يضعون صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يبايعون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو يعرفهم جيدا وهم يعرفونه جيدا كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كيف ترين ردود الأفعال المجتمعية هذا؟ بلا شك أخويا ولله الحمد، فنحن في دولة العدل، فلا ليس بغريب علينا أن نرى ونشهد ويشهد العالم معنا كذلك هذا الانتقال السلس ولله الحمد للحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي وضعت ولله الحمد مرة أخرى صورة للإعجاب العالمي والقدوة والمثالية العالمية. لدينا نظام سياسي حكيم ورشيد وراسخ، هذه الصلابة تأتي من صلابة اتحاده، فيرجع بنا الزمان حتى عام 1971 حيث تم تأسيس هذا الاتحاد، وحتى يومنا هذا وبإذن الله سنشهد مئوية دولة الإمارات وما بعدها، ونحن نتصف بهذه الصلابة وهذه الأسس الراسخة في انتقال النظام السياسي الحكيم والرشيد والعادل في دولة الإمارات الذي ولله الحمد نباهي به دول العالم. هذا النظام السياسي أخويا الذي قائم على حب الوطن وحب القادة لشعبه وكذلك حب الشعب لقادته. انتخاب مجلس الأعلى للاتحاد وبالإجماع لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه لكي يكون الرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ما هو إلا إجماع لاتحاد الدولة وشعبها، شعب دولة الإمارات الغالي، على مزيد من الثقة والقوة كذلك والريادة التي بلغتها دولة الإمارات في آخر 50 عام. وهو كذلك نرى ونشهد معكم كيف سيكون وضعنا في مئوية الخير، مئوية دولة الإمارات بإذن الله. هذا الإجماع ما هو إلا حقيقة لإجماع دولة على هذا الوطن وعلى القيادة الفريدة لهذا الوطن والدور الوطني والاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، فهو مؤسس مئويتنا وقائد مسيرة تنمية دولتنا، وهو حصن ودرع اتحادنا، وهو منعة قواتنا الاتحادية المسلحة كذلك، وهو صاحب السمو الله يحفظه ويبارك فيه قوة أجيالنا وقدوة لهذه الأجيال، أجيال الوطن ومصدر الثقة بمستقبلهم وبقيادتهم. فسموه من خلال حكمته رأينا قربه ومحبته لأبناء وطنه في كافة المحافل، في الأحزان وفي الأفراح، في كل هذه المواقف. دولتنا بإذن الله ستنتقل من خلال حكمه بإذن الله الذي سيعزز حب الوطن فينا كذلك، مثل ما شهدنا انتقال الحكم في وقت خليفة بن زايد رحمة الله عليه. سنرى انتقال السلس بإذن الله في هذا الحكم، في حكم محمد بن زايد، محمد الخير، محمد امتداد لزايد الخير في كثير من مواقفه ومبادراته وقيمه وقناعاته التي عرفناها. وليس بغريب، ففي أقل عن شهر من اليوم نستذكر معكم أخويا وقفته لأبناء شعبه وللمستفيدين من المساعدات الاجتماعية في دولة الإمارات، حيث خصص سموه الله بالصحة والعافية طولة العمر ومبارك فيه ويكثر من خيره بتحديد 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من أبناء هذا الوطن على كافة المستويات وعلى كافة الأنظمة الاتحادية والمحلية. ولا ننسى كذلك أخويا مكرمة سموه، وهي كانت عبارة عن عيدية لأبناء الوطن، للأطفال في هذا الوطن لكي يفرحهم بهذا العيد. وهذه المكرمات ليس بغريبة على أبناء زايد، وليس بغريبة على قادة دولة الإمارات من هم يتصفون بالقرب من أبناء شعبهم. بلا شك هي مسيرة طويلة ونهج زايد يستمر ويمتد منذ عهد الشيخ خليفة رحمه الله، والآن مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذين يسيرون على نهج القائد المؤسس رحمه الله. معالي حصة أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، شكرا.